لأكتر من 15 سنة اتعرفت بمدام مايا بوتفليقة الابنة السرية لرئيس الجزائر، ودلوقتي مكانها في السجن بتهمة الفساد. فمن هي المحتالة نشناشي زليخة؟ اسمها الحقيقي نشناشي زليخة، وادعت انها بنت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وان اسمها مدام مايا، واوهمت الناس بكذبتها لحد ما صدقوها. والمسؤولين الكبار في الدولة كانوا بيخافوا منها وبيفرشوا لها الارض ورد في اي مكان تروحه، واي صفقة كانت عاوزاها كانت بتتم عشان خاطر الرئيس. فضلت مدام مايا المحتالة على الوضع ده لاكتر من 15 سنة، بتمشي بحراسة امنية قوية وليها سكن فاخر في نفس الحي اللي فيه وزراء الحكومة، وكانت بتعمل صفقات بالمليارات باسم الرئيس بوتفليقة بين الوزراء ورجال الأعمال، وفي المقابل بتاخد رشاوة وهدايا ملهاش عدد. وبداية نصب مدام مايا كانت في 2004 لما قالت للرئيس بوتفليقة إنها بنت صديقه عشان تاخد مزايا لاستثماراتها، واللي أقنعته وقتها إن اسمها بين الناس مدام مايا. وبمجرد ما خرجت من مكتبه عرفت كل المسؤولين في القصر والوزراء إنها بنته السرية من زوجته التانية السويسرية، لكن الرئيس مش حابب يعلن عنها، وإنه بس هيكتفي بإنه يوصي عليها في استثماراتها عشان تستفيد من اقتصاد الجزائر زي ما هي عاوزة، لكن من غير ما يذكر أي صلة بينهم. ومن وقتها وبقى يتوصى عليها من أي مسؤول كبير لحد ما الكذبة تصدقت وبقى أمر منتهي بالنسبة لهم، مدام مايا هي بنت الرئيس السرية. وفضلت مدام مايا مستمرة في كذبتها من غير ما حد يشك فيها لحد 2019، وبعد ما استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بثلاث شهور خيوط كذبتها بدأت تبان، وبالفعل توجهت الشرطة لتفتيش بيتها اللي موجودة في حي الوزراء، ولقوا أكتر من مليون يورو بالدينار الجزائري وعملات أجنبية ومجوهرات كتير جدا، ده غير إنهم لقوا إنها عندها ست بيوت في منتهى الفخامة وثلاث شقق في عمارات مختلفة، وعمارة من ثلاث أدوار، أما في الخارج فلو عندها شاليه وشقتين في أسبانيا. وبعد ما اتفضحت مدام مايا اعترفت في التحقيقات إن اسمها الحقيقي هو نشناشي زليخة، وإنها ملهاش أي علاقة بالرئيس غير إن والدها كان عارفه، واعترفت إنها كذبت على الناس وادعت إنها بنت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإنها خدعت كمان الرئيس نفسه. المحكمة اتهمتها بتهم كتير، منها تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة، وكمان تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج، فتحكم عليها بالسجن 12 سنة وغرامة حوالي 40,000 يورو ومصادرت كل أموالها. وكمان اتحكم على بناتها الاثنين إيمان وفرح بالسجن 5 سنين مع غرامة 3 ملايين دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاتهم، ده غير الوزراء والمسؤولين الكتير اللي اتحكم عليهم برضو في قضايا بسببها. أما عن الرئيس بوتفليقة ففي تقارير بتقول إنه كان عارف بكذبتها، وتقارير تانية قالت إن الدائرة الصغيرة اللي حواليه ما قالت لهوش الموضوع على أساس إنه مش عاوز حد يعرف، ودي كانت حكاية مدام مايا بنت الرئيس السرية.